السؤال بيقول: أنا وقعت في خطية واعترفت بها كثيرا، ولكن لكثرة حبي للخطية لم أستطع التوبة، بل حدث ما هو أسوأ. أخشى أن أسير في طريق اللاعودة، فهل لي طريق للخلاص؟ طريق الخلاص مفتوح أمام كل أحد على شرط أن يتوب توبة حقيقية، لكن كل من يعترف ويرجع معناها ما تبشي. سر الاعتراف في الكنيسة بنسميه سر التوبة، مش مجرد الاعتراف يعني تعترف بالقديم عشان تفتح حساب جديد، لا، اعتراف يعني توبت وما عدتش تعملها تاني. ومع ذلك طالما في الانسان نسمة حياة فامامه فرصة للتوبة ولترك الخطيئة. نصيحتي لمن قدم هذا السؤال ان يقوي حياته الروحية من الداخل، يعني ما يبقاش حرب مع الخطية مجرد حرب دفاعية وفقط، لا، يقوي نفسه بحيث لما الخطية تيجي تحاربه ما تلاقيش مدخل تدخل منه الى نفسيته من جوه. وده الكلام اللي بنقوله في مزمور من صلاة النوم: سبح الرب يا اورشليم، سبح الهك يا صهيون، لانه قوى مغاليق ابوابك وبارك بنوك فيك. اورشليم او صهيون ترمز الى قلب الانسان والى نفسه من الداخل. تسبح ربنا قوى مغاليق ابوابك، يعني ابوابك اصبحت موصدة ضد الخطية ومغلقة بقوة. قوى مغاليق ابوابك وبارك بنيك فيك، اي الفضائل التي ولدت فيك من الروح القدس في داخلك باركها الله. فالمسألة مش مسألة واحد يقع ويقوم ويقع ويقوم، لا، مسألة يقوي حياته الروحية لكي يقوم.